بعد أن كانت تستورد وتكلف أموالا بالعملة الصعبة، ها هي التوربينات الغازية المنتجة في إطار الشراكة بين شركة جنرال إلكتريك ومجمع سونالغاز تصدر من الجزائر نحو أوروبا، وهذه هي الشحنة الرابعة التي ستتجه نحو هولندا. هذا قطع الغيار كانوا عقد أول، وهذا العقد رانا وفينا به اليوم، ورانا راح نبدأ في عقد ثاني، ولكن العقد الثاني راح يكون قطع غيار بمواصفات تكنولوجية أخرى أكثر تقنية من الأولين، وهذه الشحنة اللي راحت لأوروبا لدولة هولندا. المصنع الذي يوظف كفاءات جزائرية من الشباب خريجي الجامعات يعمل على تجسيد مشاريع أخرى وتطوير هذه الشراكة. قطع الغيار اللي راهي مخصصة وموجهة للطاقة الكهربائية، وهي صنع محلي، هذا يؤكد مرة أخرى الكفاءة والمهارة تاع الإطارات الجزائرية في كل القطاعات، وخاصة في قطاع الطاقة. عندها إمكانيات الجزائر، ولهذا جنرال إلكتريك عطات عقود للسايك، دونك على بالنا باللي الجزائريين عندهم الكفاءة، وكاين اون كونفيونس انت جنرال إلكتريك وسونالغاز، لهذا عطينا لهم عقود واستراتيجية بيننا وبين الشركة تري فورت. هي عينة عن قدرات الجزائر وكفاءاتها التي يمكنها مع مواكبة مخطط السلطات العليا وتصورها تحقيق نهضة اقتصادية على جميع الأصعدة، تغني الجزائر عن حاويات الاستيراد وتسهم في مداخل بالعملة الصعبة.